خوتي وخواتاتي، السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. بغيت ندير غير واحد الابديت صغير خفيف ظريف. فقبيله الفيديو اللي حطيت قلت هضرت غير على 700 حبه ديال البيتكوين، ولكن حاليا كيف تتشوفوا في الشاشه فاحنا وصلنا لواحد العدد اللي هو كبير وكبير بزاف. هذه ساعتين 682 حبه ديال البيتكوين، ساعتين كذلك 1722. بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا كيفاش هذه ساعتين وهذه ساعتين، تقدر وحده تكون ساعتين ودقيقه، الاخرى تكون ساعتين وجوج دقائق. داكشي علاش غادي تحسبوا هنا كترونزاكسيون وحده، لان كل ترونزاكسيون وحده مشى فيها ولا خرج منها ولا تداول فيها بكميه واحده 682 حبه، داكشي علاش كتحسب كترونزاكسيون وحده. هذه ساعه 181 حبه ديال البيتكوين حتى هي تداولات، هذه 43 دقيقه 158 حبه، وهذه 13 دقيقه كنهضروا على واحد الكميه ديال 1023 بيتكوين اللي تداولات. واش هذا السهم هذا كيعني بان الحبه خرجات من المغرب او لا تغير تداولات؟ فاحنا باقي ما عرفناش بالضبط اش كيعني هذا السهم هذا، ولكن كيف تشوفوا هذا السهم هنا كيقول لك داخل وخارج يعني تريد. واش كتظنوا بانهم حاليا كيتيستيو الشبكه ديال البيتكوين لايتنينغ؟ لان هذا الكم الهائل ديال البيتكوينات ما يمكنش يعني هاد لي ترانسفير ما يمكنش يدوزوا في الشبكه العاديه للبيتكوين. نورمالمون البيتكوين راه ثقيل يعني، وكاين واحد الكم هائل يعني بحال 1000 حبه ديال البيتكوين، فهمتي يعني شيء ماشي عادي. انا كنظن والله اعلم انهم حاليا كيتيستيو هذيك الشبكه ديال لايتنينغ في المغرب، يشوفوا لعب يعني واش كلشي تيدوز بخير وعلى خير، واش لي ترونسفير كيدوزوا بالزربه، واش ربما الباينانس هي اللي معاهم معاونهم في هذه المساله هذه، لان هذا الشيء هذا ما يقدرش يديرو شخص واحد. انا متاكد لان هذا الكم الهائل ديال الفلوس يعني شخص واحد واخا يكون معاك كيدير، فما يقدرش يدير هاد لي ترانزاكسيون في نهار واحد بهذا الكم هذا. قولوا لي الراي ديالكم، واش حتى نتوما كتظنوا بانهم كيتيستيو شي حاجه البنوك ولا البنك المركزي المغربي؟ كتبوا لي التعليق ديالكم، قولوا لي الاراء ديالكم، وما تنساوش الله يجازيكم بخير انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش كلشي يعرف هذا الخبر. وبالنسبه للناس اللي باقي ما متابعينش هذه القناه، ما تنساوش تابعوا هذه القناه باش ما يفوتوكمش الفيديوهات اللي غنحط في المستقبل. كنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه ان شاء الله، كنقول لكم السلام عليكم والله المعين.